السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. معكم ست مريم من قناة أبسط طرق للتعلم. درسنا لهذا اليوم قراءة الصف الثالث ابتدائي، موضوع الحواس الخمس. نقرأ الدرس. الحواس الخمس. قال حسن: هذه عيني، بالعين أستطيع أن أبصر طريقي وأرى كل شيء، وأستطيع أن أقرأ وأكتب. العين حاسة البصر. أول حاسة هي حاسة البصر اللي نستعمل بها العين لرؤية الأشياء. هذا هنا عندنا، هذا حسن ينظر إلى الفراشة، هنا نستعمل حاسة البصر. وصاح عادل: هذه أذني، بالأذن أسمع الأصوات، فأسمع كلام الناس وأسمع الأناشيد والأغاني الجميلة. الأذن حاسة السمع. هذا هنا عندنا عادل يسمع الأغاني والأناشيد، هذه تسمى حاسة السمع. حاسة السمع يستعمل بها الأذن، نستعمل بها الأذن. قالت هيفاء: هذا أنفي، بأنفي أشم الروائح المختلفة، فأشم رائحة الورد ورائحة الطعام. الأنف حاسة الشم. هنا عندنا هذه هيفاء تشم الورود، هنا عندنا هذه حاسة الشم، نشتم الأشياء عن طريق الأنف. وصاحت إيمان: هذا لساني، بلساني أذوق الأشياء فأعرف طعمها، وبه أعرف الحلو والمر. اللسان حاسة الذوق. قال هاشم: هذه يدي، بيدي ألمس الأشياء فأعرف الناعم والخشن، وأعرف البارد والساخن. اليد حاسة اللمس. هنا عندنا هذا هشام يستعمل يديه لمعرفة الأشياء الناعمة والخشنة والبارد والساخن، هذه تسمى حاسة اللمس. وهذه الحاسة هي حاسة التذوق اللي نتذوق بها الطعام، ونستعمل هنا اللسان، لسان لمعرفة الطعام، هذه حاسة التذوق أو الذوق، حاسة الذوق أو حاسة التذوق. قال الجميع: نحافظ على سلامة هذه الحواس ونعتني بنظافتها ونبتعد عن الأشياء التي تضرها. هذه الحواس يجب أن نحافظ عليها ونحافظ على نظافتها. شلون نحافظ عليها؟ مثل هنا عندنا حاسة البصر، نحافظ على العينين وعلى نظافة العينين، ما نلزم مثلا العين ومثلا إيدينا وسخة، أو ما نشاهد مثلا التلفزيون أو التلفون فترات طويلة لأن هذا راح يضر العين، فنبتعد عن هذه الأشياء. وكذلك هنا مثل السمع، ما نسمع مثلا الموسيقى العالية جدا والأصوات العالية لأن هذا راح يضر بالأذن، ويعتبر الأصوات العالية يعتبر نوع من أنواع التلوث. فنبتعد عن هذه الأشياء ونحافظ على الحواس الخمس، لأن بدون هذه الحواس ما نقدر نتعرف على الأشياء التي حولنا. نحل التدريبات. التدريب الأول: أولاً، بماذا نسمع الموسيقى؟ الجواب: بالأذن. بالأذن نسمع الموسيقى. ثانياً، بماذا نشم رائحة الورد؟ الجواب: بالأنف. ثالثاً، لماذا نحافظ على سلامة حواسنا ونعتني بنظافتها؟ الجواب: حتى لا تتعرض إلى الضرر، وبدونها لا نحس بالأشياء حولنا. رابعاً، كيف تحافظ على حواسك الخمس؟
الجواب بالنظافة ونبتعدوا عن الأشياء التي تضرها. التدريب الثاني اكمل. العين حاسة البصر، اللسان حاسة التذوق أو الذوق، اليد حاسة اللمس، الأذن حاسة السمع، الأنف حاسة الشم. هذا التدريب الثاني. التدريب الثالث، ضع كل كلمة في الفراغ المناسب. عندنا هذه الكلمات نضعها في هذا الفراغ. بيدي أسمع، أشم، بلساني أرى. عندنا هذه الجمل أنا، عندنا هذه الجمل أنا فراغ بعيني، هنا نقول أرى، أنا أرى بعيني، وأسمع بأذني، وأذوق بلساني، وألمس بيدي، وأشم بأنفي. هذا التدريب الثالث. التدريب الرابع، اقرأ ثم اكمل. هنا عندنا هذه الكلمة لسان صارت اللسان، لسان اللسان، هنا ضفنا لها ال التعريف، او ال هنا عندنا ال التعريف. هنا لبن نضيف لها ال التعريف تصير اللبن، اللبن، لسان اللسان، لبن اللبن، لمس اللمس، ليل الليل، لحم اللحم، ليث الليث. هذه الكلمات تبدأ ب هنا عندنا حرف اللام، تبدأ بحرف اللام، نضيف لها ال التعريف، هنا تصير لسان اللسان، لمس اللمس، لحم اللحم، لبن اللبن، ليل الليل، ليث الليث. هذا التدريب الرابع. عندنا هنا الخط، اكتب في دفترك بخط واضح 5 مرات. عندنا هذه الجملة نكتبها في دفتر الخط 5 مرات. أنا أرى وأسمع وأشم وأذوق وألمس وأفكر. هذه الجملة نكتبها 5 مرات في دفتر الخط. وانتهى درسنا لهذا اليوم، ومع السلامة.